استضافت وزارة الداخلية المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقبية والإصلاحية بالدول العربية، حيث تم تنظيم زيارة للمشاركين فيه لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للاطلاع على التجربة المصرية المتميزة في إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل متطورة وفقا لأحدث المعايير العالمية. ترسيخا لقيم العمل العربي المشترك وحرصا على تبادل الخبرات بخاصة في المجال الأمني وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار، استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي شهد استعراض التجارب الوطنية للدول المشاركة في مجال تطوير المؤسسات العقابية، ومن بينها التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل. النهضة الكبيرة التي تعيشها مصر لم تقتصر فقط على ما يتعلق بالنواحي البنية التحتية وغيرها من هذا، إنما أيضا وصل إلى الإصلاحيات التي رأينا فيها تطورا كبيرا جدا. لا شك بأن مثل هذه الفعاليات أو الملتقيات أو المناسبات تعزز من التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى تساهم في التعرف على العديد من الجوانب الإيجابية فيما يتعلق بالنسبة حق تجارب الدول الأخرى. ناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالمنظومة العقابية، من بينها العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وتأثير العقوبات على الترابط الأسري، فضلا عن شمول الرعاية الاجتماعية النزلاء وأسرهم في إطار التطوير الشامل للنظم العقابية في الدول العربية. وعمل هاي المؤتمرات يعني مفيد لكافة الدول وخاصة في الوطن العربي، يعني لما لها دور يعني لنقل المعلومات من دولة لدولة وأخذ المبادرات يعني كل ما هو جديد في المؤتمر. التجربة المصرية حقيقة تجربة جميلة رائعة، ونتمنى يكون الأخوان الآخرين يحذو حذو هذه التجربة في تنفيذها. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، نظمت وزارة الداخلية زيارة للمشاركين من مختلف الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نظمت زيارة لهم لمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، والذي يعد أحد المراكز التي أنشأتها الدولة لتطبيق أحدث النظم العقابية ذات الأبعاد الإنسانية، والتي أثبتت نجاحاً كبيراً وفقاً لما أكدته المنظمات الدولية والإقليمية التي قامت بزيارة هذه المراكز. المشاركون في المؤتمر أشادوا بالطفرة الإنشائية للمركز وبالمرافق الصحية والخدمية والتعليمية والتأهيلية التي يتمتع بها لتوفير أقصى درجات الرعاية للنزلاء والمساهمة في تأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع وفقاً لأعلى المقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أبدوا رغبة كبيرة في نقل التجربة المصرية لبلدانهم. تجربة رائعة، تجربة مفيدة، جديرة بالاهتمام، جديرة بالاحترام، تعطي إصلاح كامل للنزيل. هذه فرصة لنا كلنا هنا حاضرين أن نتبادل مثل هذه الخبرات والتجارب وهذه المكاسب للبلدان العربية حتى نصل إلى المبتغى، وهو إعادة تأهيل الشخص في بيئته العادية وهي المجتمع. انتقلت الوفود العربية بين جنبات المركز، حيث شاهدوا برامج تأهيل السيدات والتي تمكنهم من تعليم مختلف الحرف التي استطاعوا إتقانها بدقة كبيرة، وكذا الرعاية المقدمة لهن بخاصة السيدات الحاضنات، حيث يوفر لهم المركز حضانة لقضاء وقت مع أطفالهن. ما شاهدناه اليوم يعني أعتقد ليس بغريب على شعب مصر كتحدي وك
كمنجزات تنضاف إلى إنجازات أخرى. ومصر بطبيعة الحال هي معروفة بالرياضة في جميع المجالات، وينضاف اليوم مشروع جديد أعتقد أنه يترجم الفلسفة الحديثة للعقاب. فقد حقيقة سعدنا بما شاهدنا من إنجازات ومن أيضا إمكانيات ومن حقيقة رغبة صادقة في تغيير المفهوم المعتاد للسجن إلى مفهوم آخر جديد واللي هو عمود الإصلاح. تجربة إصلاحية وتأهيلية مصرية متفردة أشاد بها المشاركون في المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، داعين الدول الأعضاء للاستفادة منها نظرا لنجاحها في تأهيل النزلاء وتسهيل اندماجهم في المجتمع وفقا للمعايير الإنسانية الوطنية والدولية. لا شك أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات العربية المشتركة تسهم في تدعيم العمل الأمني العربي، خاصة في مجال المؤسسات العقابية، من خلال تبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة من التجارب الوطنية، ومنها التجربة المصرية في مجال إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تراعي المعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.